اهلا بيكم، بنستكمل مع بعض سلسله ميكانيزمات استنباط البلاستيك، وده الجزء الرابع. ممكن تشوف الاجزاء السابقه اسفل الفيديو الحالي. في الفيديو ده هنركز على الكيرفد سلايدر ميكانيزم. يعني ايه الكلام ده؟ خلينا نشوف منتج عباره عن كوع بلاستيك. الكوع دوت لو احنا عايزين نجيب التشكيل بتاعه عن طريق استنبط بلاستيك، مش هنقدر نجيب التشكيل الداخلي من خلال البلاطه بتاعت الكور والكافيتي، لانه مش هيطلع من الاسطمبه، مش هعرف اجيب التشكيل الداخلي ده. اذا حتى جبته مش هتعرف تجيب تطلع الايه الكور او بلاطه الكور او الكافيتي تطلع منه، هتقفش فيه. فعشان كده محتاجين نعمل ميكانيزم خاص للموضوع ده. زي ما قلنا ان احنا محتاجين نعمل ميكانيزم كيرفد سلايدر او زلاقه منحنيه عشان نقدر نجيب التشكيل الداخلي للكوع دوت، ونخرج التشكيل دوت، ونخرج الكوع كمنتج بدون ما يحصل اي مشاكل. طيب الزلاقه دي بتتكون من ايه، او هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ترس وجريده مسننه او راك اند بينيون، بياخد الحركه بتاعته عن طريق موتور هيدروليك، بتبقى الحركه خطيه، وفي بنوصل مع التشكيل. التشكيل بيبقى كيرفت، فاثناء الحقن بيبقى الانسيرت او السلايدر كيرفت دوت موجود جوه الكوع، والبلاستيك نازل عليه، وبعد كده تبدا تحرك الراك اند بينيون حركه خطيه، ويلف معاك الايه الجزء المنحني، تقدر تخرج المنتج بسهوله زي ما احنا شايفين كده. التشكيل الزلاقه المنحنيه اللي احنا شايفينها ديت ممكن نعمله حته واحده على حسب الابعاد بتاعت الكوع. ناخد الكوع كله الداخلي بتاعه، نعمل الانسيرت بتاعنا في الزلاقه الايه المنحنيه، وتحول الحركة الخطية من اللي جاية من الجريدة والترس لحركة دورانية عن طريق الايه الكيرفد انسيرت او التشكيل الداخلي. دي حالة ممكن يبقى يعني يبقى في تشكيل معين لمنتج محتاج يتعمل له كيرفد سلايدر، وفي نفس الوقت كمان يتعمل له اتنين زلاقة جانبية زي اللي احنا شايفينه دوت، بياخد حركتين او ثلاث حركات في نفس الوقت، في زلاقتين جانبيين وفي زلاقه منحنيه. وفي نوع من الزلاقات المنحنيه ده بنقسم الجزء التشكيل الداخلي بتاعه او الانسيرت او ذكر التشكيل، بنقسمه لاجزاء، والاجزاء دي بتبقى يعني حره الحركه قبل الحقن، واثناء الحقن بتتقفل وتبدا تحقن عليها وتخرجها. دي لو يعني بنعملها امتى؟ لما يكون في صعوبه ان انت تعمل ذكر التشكيل الداخلي او الانسيرت الداخلي حته واحده، ممكن تبقى الطول كبير فبتبقى محتاج تقسمه عشان يبقى سهل في الخروج والدخول. وطبعا الزلاقه اللي هي متقسمه اجزاء ديت او الانسيرت بتاعها متقسم اجزاء زي ما احنا شايفين كده، بتبقى صعبه شويه كناحيه تصنيعيه، وبتبقى مكلفه اكتر من لو عملت التشكيل كله حته واحده. تمام، يبقى كده احنا اتكلمنا في الفيديو ده على الكيرفد سلايدر. اتمنى يكون الفيديو مفيد، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان تتابعوا كل ما هو جديد. تحياتي على النص.